الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو الفاتح محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم وظلماتهم ومعارفهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام حول الصفات البدنية للإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وذكرنا بعض الصفات التي ذكرت في بعض الأخبار، وهي صفات بعض الصفات التي لا تليق بجناب الإمام المنتظر، لا تليق بجمال الإمام المنتظر أرواحنا فداه. وعقبنا على هذه الصفات المعيبة التي لا يجوز دسها في الأخبار أو نقلها، يعني حتى وإن كان صاحب البحار رحمة الله عليه نقلها لعله من باب أنه يأتي المحققون أو يأتي العلماء المنصفون ويغربلون هذه الروايات التي هي ليس لها علاقة بأهل البيت. وهو رحمة الله عليه نثر في كتابه البحار بعض المرويات، سواء كان بحياة الإمام المنتظر أو بغيره من أئمة أهل البيت عليه السلام، أخبار من طرق العامة، ولا خير في أخبارهم. فعلى العالم المنصف والعالم المحقق، يعني أن يغربل هذه الأخبار وأن يحيل كل خبر يتعلق بسيرة أهل البيت وبصفاتهم يحيله إلى الكتاب الكريم وإلى أحكام العقل والأخبار الأخرى التي تنص على جمالهم المقدس صلوات الله عليه. من هذه الأخبار التي ذكرت بعض المعايب قلنا سابقا هي مبدح البطن، يعني بمعنى واسع البطن وعريضه، وأجل الجبين على التفسير أجل الجبين بمعنى أنه يعني منحسر الشعر إلى نصف رأسه، يعني أطلع. الصفة الثانية والصفة الثالثة على أنه ضخم البطن غير واسع البطن وعريضه، ضخم البطن. والصفة الرابعة بوجهه أثر، بناء على أن كلمة أثر بمعنى أنه أثر جرح أو أثر مثلا شيء مثل أثر الجدري وما شابه ذلك، يعني المهم أنه في أثر في وجهه. إن كان مثلا الشامة يفرض الرواية أن تقول مثلا فيه أثر وهو الشامة، أما مطلق يقول مثلا فيه أثر بوجهه، هذا بيدل على أنه يعني في وجهه عيب والعياذ بالله حاشا. وذكرنا نحن التعقيب على هذه الصفات المعيبة للإمام، وأحلناها على آية التطهير التي تنص على الجمال الظاهري والجمال الواقعي للأمام، يعني على الطهارة المعنوية والطهارة المادية. وأبرز أو من أبرز الطهارة المادية، من أبرز مصادق الطهارة المادية هي أن يكون جميلا صلوات الله، يعني ليس فقط بالوجه، يعني جميل الوجه، بل يفرض أن يكون جميل الجسد، يعني له عنده قوام أو له قوام جميل رشيق، حيث أنه لا عيب فيه، لا أنه ضعيف ولا أنه ثمين ولا أنه قصير ولا أنه طويل ممغط، يعني إننا نحن مربوع القامة. إذن يعني أي التطهير نحن كل خبر كما أمرنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نحيل أخبار المنسوبة إليهم إلى أي التطهير، سواء كان بالتشريع بالفقه مثلا أو بالعقيدة أو مثلا بالتاريخ وما شابه ذلك، كل رواية تنسب إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام يجب علينا أن نحيلها إلى آية التطهير ونعرضها على هذه الآية. إن توافقت مع آية التطهير نأخذ بها، وإن خالفت
آية التطهير حينئذ بعد يجب طرحها. فبما أن هذه الأخبار بعض الأخبار التي اعتمد عليها الشيخ صاحب البحار رحمة الله عليه فيها بعض المعايب المنسوبة إلى الإمام الحجة فديته بنفسه، حينئذ بعد لا يجوز الأخذ بها، بل يجب الأخذ بالأخبار التي تستقيم مع آية التطهير. هلا نحن في هذه الليلة نريد أن نذكر الأخبار التي يعني اعتمدنا عليها مع التعقيب الوجيز، حتى نذكر بعض تشوفوا بعض الصفات الطيبة واللطيفة التي هي تتعلق بالإمام المنتظر صلوات الله عليه. الرواية الأولى عن الإمام الصادق إمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم جميعا السلام قال: قال أمير المؤمنين وهو على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب بالحمرة. إن هذه الصفة هي المشهورة في الروايات عن الإمام المنتظر: أبيض مشرب بالحمرة مبدح البطن. إن هذه الكلمة مبدح البطن هذه واسع البطن وعريضها، هذا خلاف الجمال الظاهري للإمام المنتظر التي نصت عليه الروايات الأخرى ونصت عليه آية التطهير، بالغض عن أنه والله في روايات بتنص على ذلك ما في روايات. نحن آية التطهير يجب أن نأخذها ممسكا لكل ما يتعلق بأهل البيت. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمعايب الجسدية هذه خلاف شنو؟ خلاف الطهارة، بل هي رجس. رجس يعني بمعنى أنه عيب نجاء. الرجس ليس فقط بمعنى النجاسة والقذارة، بل هو مطلق العيب. يعني إن الله تعالى رفع أو دفع، مش رفع، دفع عن أبعد عن أهل البيت عليهم السلام الرجس بكل مصادقه المادية والمعنوية، حتى أنه شنو؟ حتى أن يعني ما يخرج من بطونهم، لو فرضنا أنه يخرج من بطونهم فهو كرائحة المسك وتبتلعه الأرض كما في رواية، ولا كل ما يخرج منهم، كل ما يخرج منهم حتى بصاق، ما عندهم هني بصاق، هذا البصاق اللي نحن مثلا اللي الناس عادة يعني يلازمها، البصاق يلازم الناس مثل هذا أو النخامة، النخامة وليس البصاق، النخامة هل عنده نخامة المعصوم؟ النخامة هي تتراكم من الجراثيم الموجودة في البدن، فهل عنده نخامة؟ ليس عنده نخامة. ولا رواية بتقول أن رسول الله وأهل البيت كانوا يتنخعون أو يتنخمون إلى مهنالك، يعني ما عنده نخامة. عنده بول وعنده غائط، يعني لو سلمنا أن عنده بول أو غائط فهو طاهر بنص آية التطهير. هل هذا غلو؟ ليس غلو، الغلو أن تجعله إلها، وما دون ذلك هو ليس غلو. الغلو هو اللي بيقولوا هذا غلو، خليني يجي ناطحوني أنا، شو الغلو؟ نقول له هذا بيقول هذا غلو، فإذا لك أن انتفت الخصائص، انتفت المكرمات عن أئمة أهل البيت عن السلام، بل عن الأنبياء والمرسلين، لأنه لهم خصائص ولهم. حتى هو اللي بيقولوا هذا غلو، احنا بنقول له انتم بتقولوا بتقروا بتعتقدوا انه رسول الله ليس له ظل، رسول الله ليس له شنو رائحة فم او رائحة قبط او رائحة رجلين، ويرى من خلفه كما يرى من امامه، انتم بتعتقدوا، هن بيعتقدوا غلو. طيب اذا ليس له ظل وليس له رائحة فم وابطين ورجلين وينظر من خلفه كما ينظر من امامه او يرى من خلفه كما يرى من امامه وليس غلوا بنظركم بطريق أو لا يثبت على أنه شنو، لو كان عنده بول أو غائط فهو شنو محكوم بالطهارة وليس غلوا. فكما ثبتت تلك الفضائل التي أنتم تعتقدون أنها فضائل وليس غلوا، يثبت هذا بطريق أو لا. هذا أيضا نوع من الفضائل ونوع من الخصائص التي يجب أن يتصف بها المعصوم ليتميز عن غيره من عامة الخلق. وإلا كما قال الإمام عليه السلام أحد بيقول له أنه أتعلم الغيب ما وراء الجدران، يعني أتعلم الغيب؟ قال له إذا لم نعلم الغيب بإذن الله بها المعنى، يعني أنه شو الفرق بيننا وبينكم؟ طيب إذا نحن ما بنعرف ما وراء الجدران وما يجري خلف الجدران، طيب شو الفرق بيننا وبينك؟ يعني بنكون نحن بنجهل مثلنا ما بيكون،
ما بنعرف شيء وبتقصونا على أنفسكم. طيب شو الميزة أن الله جعلنا أئمة دونكم أنتم بهذا المعنى؟ هون بهذا المسألة أنه هلأ هالرواية هلأ نطرحها لأجل موجود فيها مبضح البطن؟ لا ما بنطرحها، أنه قد يأتي الدساسون، قد يكون هذا دس من بعض الدساسين مثلا، وجاء نقبوا الروايات، جاءوا روايات الشيعة وصاروا يدسوا فيها بعض المعايب اللي بتتعلق بأمتنا الطاهرين حتى برسول الله. بتشوفوا روايات حتى من مصادرنا تخدش في مقام النبي الأعظم، تذكر له بعض المعايب والعياذ بالله. من هون وظيفة المؤمن، وظيفة العالم، يعني أنه يأتي بهذه الأخبار ويعرضها على الكتاب، كما قال الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم: أعرضوا أخبارنا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوا به، وإن خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. يعني رواية لو كانت صحيحة سندا عرضناها على أيت التطهير على الكتاب وجدناها مخالفة لأيت الكتاب. أيت التطهير يعني الكتاب، أيت التطهير في القرآن الكريم بتقول إن الله طهر أهل البيت، إن الله نزه أهل البيت عن الرجس المادي والمعنوي. حينئذ وجاءت هذه الرواية قالت إنه الإمام المنتظر فيه شنو؟ في أطلع أمير المؤمنين، أطلع والعياذ بالله، مبدح البطن، ضخم البطن إلى مهنالك. هذه خلاف شنو آية التطهير التي دلت وأشارت على أنهم مطهرون، مطهرون من الناحية الجسدية ومن الناحية المادية. ليش مطهرون من الناحية الجسدية؟ حتى لا يعيب عليهم. تصور والله نبي أو إمام وهو أصلع، يقولوا شوف الأصلع، أو مثلا والله ضخم البطن، يقول لك الضخم يعني هذا من الأكل والشرب إلى مهنالك، أو أنه مثلا يكون فيه معايب جسدية أخرى. يجب على يعني بحكمة العقل يجب أن يكون المعصوم منزها عن المعايب الجسمية والمعايب شنو الخلقية، يجب أن يكون طاهرا مطهرا خلقا وخلقا. طيب إذا كان نبي الله يوسف في ذاك الجمال المتألق بطريق أولى أن يكون شنو ساداته، أمراؤه، قاداته، أئمة أهل البيت عليهم السلام. فإذن قوله أبيض مشرب بالحمرة هذه أخذنا بها، مبدح البطن يعني بمعنى واسع البطن وعريضها هذا من خلاف أي تفسير. عريض الفخذين نعم هذا من الكمال الجسماني، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، يعني المنكبين هنا يعني العظمتان على المنكبين يعني قويتان يعني كبيرتان، بحيث أنه يتلقى لو رفع مثلا والله رجل 200 كيلو 300 كيلو يرفعه بسهولة. ورسول الله عندما رفع أمير المؤمنين بعضده رفعه بيده، حمله بيده ووضعه على على منكبه عندما دخلوا مكة وكسروا الأصنام، كسر الأصنام أمير المؤمنين عليه السلام. عظيم مشاش المنكبين، مشاش يعني بمعنى العظم، بظهره شامتان، بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي. هذا ما بيمنع ألا شو إني هول الشامتين، واحدة على جلده على لون جلده وواحدة تشبه شامة النبي، كان له النبي شامة على كتفه تسمى بشامة النبوة. هل الإمام المنتظر له شامة على خده؟ وهذا الحديث قال له شامتان، شامة على شنو؟ على بظهره، في شامتان على ظهره، شامة بلون جلده. هل هي اللي تفسرها الروايات الأخرى بتقول هي بلون الآت كورقة الآت، الآت هو الريحان، شايفين الريحان من أفضل النبات هو الريحان، له فوائد جمة، بيكفي رائحته، رائحته الجميلة الريحان. هل شامة على لون جلده وهي مثل الريحانة مثل ورقة الريحان، وشامة على شبه شامة النبي أم أيضا مثل ورقة الريحان اللي هلأ تأتي بعض الأخبار بتفسرها، له شامتان، شامة على كتفه تحت كتفه الأيمن وشامة تحت كتفه الأيسر، وهاتان الشامتان شنو تشبهان ورقة الآس. هلأ شو مكتوب عليها ما أفصحت بعض الأخبار بشكل يعني بحدود اطلاعي، قد يكون في خبر أفصح أنا ما اطلعت عليه حتى يكون منصف يعني، ولا أدعي الإحاطة بالأخبار المطلقة تتعلق بالإمام الصاحب صلى الله عليه. هذا الخبر الأول. إذا عرفنا بالخبر الأول إنه الإمام أبيض مشرب بالحمرة، أبيض مشرب، في بعض الأحيان كمان في روايات بتقلك إنه لونه لون عربي، وفسرنا ما معنى اللون العربي، مش ضروري يكون العربي أسمر دائما،
عربي لا تغلب عليه السمرة، وإن كان يمكن الأغلب لعل العام الأغلب يكون أصمر أو حنطي. الإمام حنطي يعني قد يظهر في سورة الحنطي إلى مولاك، ولكن أغلب الروايات تقول أبيض مشرب بحمرة، وهو شبيه رسول الله. رسول الله كان أبيضا مشربا بالحمرة، وهكذا أمير المؤمنين لم يكن أصمر. نعم في بعض أئمتنا عليه السلام أنه كان أصمر حنطي، لا أصمر أصمر ولا أنه شنو ولا أنه أبيض أبيض، يعني هذا البياض المعتدل هو هذا الذي أشارت إليه الرواية الشريفة، أبيض مشرب بالحمرة، وقد مثلا يأتي يعني حنطي النظر. هل لعله نفسر نحن مثلا أشرب أبيض، قد مثلا في بعض الحالات بيكون أبيضا، أو في أغلب حالاته أبيض، ولكن في بعض الحالات بيكون مثلا حنطي اللون، يعني لما ما بتظهر عليه الفيوضات. صح هذا الصح، لأنه رسول الله عندما كان ينزل عليه الوحي كان يتقاطر شنو يتقاطر عرقا، وكان يتغير لونه يعني يزداد توهجا بالنور إلى ما هنالك. رواية الثانية عن حذيفة اليماني قال قال رسول الله المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري. شوفوا كوكب دري يعني مثل القمر، يعني يشع نورا كوكب دري، واللون لون عربي. فسرت أنا في الحلقة السابقة ما معنى اللون العربي، سواء كان أبيض أو حنطي، ولكن ليس في وجهه شنو نمش أو كلى كالأجانب. الأجانب عادة إذا كانوا بيض أو سمر إلا ما تجد شنو الكلف والنمش في وجوههم. أما الإمام عليه السلام اللون لون عربي، سواء كان فسرنا اللون باللون الأبيض أو اللون الحنطي، فليس في وجهه أثر الكلف وأثر النمش، إن هذه من المعايب الجلدية. والجسم جسم إسرائيلي، هاني عيبوا علينا غال الملاعين السلفية، أنا سامع لبعضهم وقارئ بعضهم قولوا شوفوا روايات هول الشيعة بيخدوا بينعطوا إمام زمانهم أنه إمام زمانهم يهودي، هيك بهالعبارة إمام زمانهم يهودي. أنتم اليهود أيها السلفيون، أنتم اليهود. لم ينزه الله تعالى أي طائفة أو أي دين كما نزهه نزه الله كما نزهه الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية هم الذين علموا الآخرين كيف ينزهون الله وكيف ينزهون الحجج الطاهرين. أنا بدي أتينا واحد سلف بدي يعلمنا ديننا، بدي يعلمنا كيف نوحد الله، وهن بيعتقدوا هن حنابلة بيعتقدوا أن الله ينزل على حمار كل ليلة جمعة إلى مهنالك، وبيعتقدوا بأن الله شنو له عورة ليست كعورتنا، وأنه يجلس على العرش ويفضل عن جوانبه بمقدار شنو بمقدار يده، بستة أشبار من أشبار يده، يعني إله يد وإله رجل. في إلهم عقائد عجيبة غريبة، يعني مثلا أحمد بن حنبل عنده كتاب عن العقائد يقول الله عز وجل يوم القيامة يدخل رجله في النار فتنطفئ، رجله في النار فتنطفئ. أنا ذكرت بعض يعني عقائدهم العفنة في كتابي قبل الفوائد البهية من مصادرهم، خليني يردوا علي مثلا، خليني ينزلون شي كتاب يردوا على كتابي الفوائد البهية كيف أنا مثلا اعترضت عليهم ببعض من مصادرهم من مصادر القوم. السؤال على الانترنت والمواقع الإلكترونية بيطلع واحد بوار على عقبائه، بيطلع واحد شيعي ما بيعرف شيء بيقوم بيفهمه، وهابي بوار على عقبائه بيفهم شيعي، خليني يجوا للعلماء وبيجيبوا لي معمم مثلا ما بيفهم شيء بيحطوه على الصفا وغيره، بيبلشوا برش بالشيعة وهذاك ما بيعرف يجيبوهم بكلمة، جيبوا الضعاف لأن هو نمط الوحدة، جيبوا واحد يكون عقيدي ولائي موالي حقيقة لله. أما الأطفال يجيبوا هؤلاء اللي شنو بيمشوا على الطرقات بيقضوا أوقاتهم في الطرقات وفي الحفلات وفي السهرات وعلى أرجيل والسيجارة. زين الجسم جسم إسرائيلي، يعني إنه هو جسم إسرائيلي كأجسام الأنبياء. بني إسرائيل مش مذمومين كلهم، بني إسرائيل يراد منهم شنو الأنبياء صلوات الله عليه. أما بني إسرائيل هلا هولي شئنا نحن بدخل بهؤلاء بولين على عقابهم صلوات الله عليه، ولكن إنه بني المراد بهذه الكلمة الجسم جسم إسرائيلي يعني كأولاد الأنبياء أو كالأنبياء، هو أعظم من الأنبياء بني إسرائيل، أعظم من حتى من إبراهيم الخليل صلوات الإمام المنتظر، أعظم من عيسى
وهن نفسهم هن هو المخالفين بيعتقدوا أن إمام الحجة أرواحنا فداء أعظم من النبي عيسى. لما يعتمد على حديث يقول أنه عيسى يصلي خلفه؟ هو هذا الحديث اللي بيقوله أن الإمام المنتظر أعظم من النبي عيسى. بعضهم شكك، يعني هذا يأتينا إن شاء الله بالجواب على هذه الشبهة، أنه يعني هو يعني مش أعظم، وإنما يعني يصلي خلفه النبي عيسى لأنه بطلت نبوته. طيب إذا بطلت نبوته، ما أنتم بتقولوا الإمام المنتظر ليس إماما وهو ليس نبي، فكيف يجوز لمن كان نبيا أن يصلي خلف من لا يتعتقدون بإمامته وليس نبيا؟ كلام بعض هذه ألا بوجه لهم إياها. طيب إذا لم يكن إماما بنظره وهو ليس نبي الإمام المنتظر، طيب وتعتقدون أن النبي عيسى إنما بطلت نبوته بمجيء الإمام المنتظر، طب على أي أساس الله يأمره بأنه يصلي خلف الإمام المنتظر لولا أن الإمام أرواحنا في ده هو أعظم من عيسى بن مريم؟ هذا دليل نفين على مسألة أن الإمام المنتظر هو إمام، وهذا دليل على عظمته. هو معصوم بالغض عن الإمامة، هو معصوم بالعصمة المطلقة، والعصمة هي التي ترجح أن يكون أفضل من النبي عيسى وليس فقط الإمام. عندما يكون معصوما بالعصمة المطلقة فحينئذ بعد هو إمام بنص شنو؟ بنص الآيات التي دلت على الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وفي آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما ذلك وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا يعني وإلى ما هنالك. والأخبار التي دلت أنه وهذا الحديث المستفيض الذي رواه العامة والخاصة ومنهم القندوز الحنفي في كتابه يا نبي المبدع عن رسول الله عن ابن مسعود عن رسول الله لا ينقضي هذا الأمر بما معناه حتى يحكم فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. يقول هذا الحديث الذي شيعني هذا الحديث، لأنه هذا الـ 12 عرضناه على ملوك بني أمية فهني أقل من 12، وعرضناه على ملوك بني العباس فهني أكثر من 12، هذا لا ينطبق إلا على أمة الهدى ومصابيح الدجى العترة من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء. الرواية الثالثة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلوات الله عليه وآله ليبعثن الله تعالى من عترتي رجلا أفرق الثنايا. أفرق الثنايا هي الثنايا الأسنان الأمامية، مش بمعنى فرق بمعنى أنه متباعدتين متفاحشتين في البعد. هلا في رواية بتقول أنه أسنانه كالمنشار، يعني شوفوا المنشار الذي الممتاز الذي تكون أسنانه ليست متباعدة عن بعضها البعض ولا أنها متلاصقة مع بعضها البعض لأنه ما بيعود يحز منيح، يعني في فراغ وجيز بين كل سن من أسنان المنشار. هكذا أسنان الإمام المنتظر، لا أنها متلاصقة على بعضها ولا أنها شنو متباعدة بحيث أنه يرى شنو لسانه من خلالها، يعني في أفرق الثنايا بمعنى أنه في فاصلة وجيزة بين ثناياه وبين أضراسه وأسنانه الشريفة. أجل الجبهة، أجل الجبهة يعني على جبهته ليس في شعر، لأنه إذا مثل ما ضربنا المثل نحن ببعض الأشخاص أنه نازل الشعر على جبهتهم، هذا من المعايب الجسدية في الوجه أنه ينزل الشعر ينبت الشعر حتى على الجبهة إلى هنا، هذا من المعايب من المحسنات في الوجه في الجبهة أنه يكون شنو منحسر الشعر عن شنو عند قصاص الشعر منحسر. أجل الجبهة يملأ الأرض قسطا وعدلا ويفيد المال فيضا، يعني أنه يوزع الأموال دون أن يسأل، يوزع الأموال بالطبع على المؤمنين. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا وخلقا. لاحظوا اللي عنده كتاب البحار واللي عنده كتب الأخبار مثلا أعلام الورى بصفات رسول الله يلاحظ شوف كيف كان رسول الله، نفس الصفات الخلقية البدنية التي كان عليها رسول الله هي نفسها ما يتحلى بها مولانا المعظم الإمام المنتظر صلوات الله عليه، يعني بنص هذه الأحاديث المتواترة
أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة. غيبة عرفنا، حيرة يحتار. شنو يحتار الشيعة في غيبته؟ مين اللي بيحتار؟ الشكاكون المبتعدون عن جنابه الأقدس، هؤلاء اللي بيحتاروا. إذا دق الكذب، كل ما دق الكذب الجرة بيقولوا كيف ما ظهر، ليش ما ظهر، وليش صار فينا هيك، وإلى ما هنالك. بهل العبارات هذه السفيهة إلى ما هنالك، حيرة يحتار فيها المؤمنون المنتسبين إليه، مش كل المؤمنين، المؤمن التقي الصالح صاحب العقيدة الصحيحة أصلا لا يحتار بغيبة الإمام المنتظر، هو ملهم، هو مسدد، يعني صاحب عقيدة صحيحة. وحيرة، لأنه هذه الحيرة بتأدي شنو إلى ضلال الناس عنه، ويرتد كثير ممن قال بإمامته. هذه روايات مستفيضة، أنه قبل ظهوره يرتد كثير من الشيعة الذين يقولون بإمامته. فكيف سبب الارتداد شنو؟ سبب الارتداد لأنهم لم يتقوا الله، ولم يعرفوا إمام الزمان، منكبين على الدنيا، على النساء، على الأموال، على الجاه، على الدم، على السياسة، إلى ما هنالك منكبين. نعم، شغلتهم الدنيا بحذافيرها، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الإمام فنساهم الإمام، نساهم بمعنى تركهم. تضل فيها الأمم ثم يقبلوا أو يقبلوا كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وعن أبي أمامة قال رسول الله: المهدي من ولدي ابن 40 سنة، يعني يخرج وهو ابن 40 سنة، مع أنه يطمضي عليه ألاف السنين، مئات السنين، ألاف السنين. هلأ صاروا حدود تقريبا 1300 سنة، 1250 أو 1300 سنة إلى ما هنالك. هلأ قديش بعد، قديش كم سنة بيظهر؟ 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، الله أعلم. حينئذ يظهر وهو بعده لا يزال في سن ابن 40 سنة، كأن وجهه كوكب الدري، يعني يلمع نوره. في خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان. إن معنى العباءتان القطوانية مثل لبس المشيخ، هذا مأخوذ كأنه من إمام الحجة طلوال، يعني على نطق هذا اللباس الشريف لإمام الحجة. القطوانية، العباءة القطوانية التي ليس لها خمل، إن الخمل إن الزاف، هذا الزاف. نحن وإن كان هلا هذا الزاف، الزاف طويل شوية، هذا بيصير شنو؟ نوع من الفضول. هذا عند الأمة ما في فضول عندهم، يعني بيكون الزاف قليل، قليل جدا. وهكذا كان يفعل أمير المؤمنين عندما كان يخيط ثوبا له، فكان يقول له للخياط، يقول له قص الفاضل عن شنو؟ عن الزندين. يعني هلا تلاقي مشايخ بيعملوا الصاي أو الكذا، بيعملوها لنص الكف عند الأصابع، هذا نوع من الفضول، يكروه، مكروه هذا. أو البنطلون مثلا أو السروال، هلا بيشحط ما شاء الله الشيعة بناطين بتشحط على الأرض. زين، الشباب الشيعي، الشباب الشيعي هلا بنمرق حاله، بزيف حاله باللباس مثلا، وهكذا. هذه العباءة القطوانية كأنه من رجال بني إسرائيل، يعني من أنبياء بني إسرائيل وليس من هؤلاء الملاعين. يملك 20 سنة، هلا هو مضبوط يملك 20 سنة، في رواية تقول 70 سنة، في رواية تقول 40 سنة، وكل سنة ب10 سنين من سنينكم. لا، صحيح هو لا يقل عن 350 أو 500 أو 700 سنة، في رواية 700 سنة. أقصى رواية أنا اللي اعتمد عليها 350 سنة، ليس 70 سنة وليس 10 سنوات، لأنه يمن بيكون أمل الأنبياء والمرسلين وليس الخميني كما يصورون. دولة الخميني يعني هي أمل الأنبياء والمرسلين، ولا الإمام المنتظر؟ هذا أحد المشايخ أنا أمامي ومن اعترضنا عليه لو إمام المنتظر يا أخي هو أمل الأنبياء والمرسلين. أنبياء عظام، 124,000 نبي، 124,000 وصي، هؤلاء كانوا ينتظرون الإمام الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم. مش ينتظروا دولة الخميني في إيران. شوف هذا مش غلو؟ هذا غالوا برجل مسكين ضعيف، هو كان يقول يعني أنا عبد لآل محمد، هو كان يصرح
بيجوني بيجعلوه شنو أمل الأنبياء والمرسلين. بيقول لك هذا مش غلو. وإذا نحن تكلمنا بآل محمد وإن أنه ليس لهم بول أو أنه بول طار، شوف هذا شو عم يعمل عم يغالي بأمد، وهني هو اللي بيقولوا أنه الخميني أمل الأنبياء والمرسلين. محمد حسين فضل الله شي يوم قال له هو اللي بتقولوا أنه الخميني أمل الأنبياء والمرسلين، هذا غلو. لا والله ما سمعته، شوفوا راجع الأرشيف ولا مرة. بس نعتنا نحن نقول أئمتنا عليهم السلام بولهم طاهر، دماغهم طاهر، شو هالمجانين شو عم يحكوا؟ قالوا بكذا تصريح بالكتب وبالمجلات وبالخطب وبكذا. نعم حريمنا يعني ما خلى شيء، قال هذه الروايات هذه كلها سخافة وكذا. بس لأن هذه الروايات تنزه البيت على غلو، في حين أنه يمن أتبعه أنه يقولوا فلان أمل الأنبياء، لا خوش خوش كلام رجل عظيم فلان وكذا هو أمل الأنبياء والمرسلين. إذن يملك 20 سنة هذا ليس صحيح. يستخرج الكنوز، تخرج الأرض كنوزها في الأخبار عندنا. ليش هلا بتلاقوا ما بتسمعوش إنه والله ناس حاولوا يفكوا مثلا رصد ما عم يضبط معهم؟ هذه مرصودة للإمام عليه السلام، مش إنه والله جاءوا سحرة ورصدوها، لا هي مرصودة للإمام. يعني أنبياء رصدوها، حطوا الذهب بالمغاور أو بأماكن شنو رصدوها، عليها ملائكة يحرسونها، لا يمكن لواحد لو تجيبوا مدافع الدنيا إن تزيلها ما بتزيلها. وجربوا جماعة يعني في بعض المناطق ولا يمكن، استعملوا ديناميت واستعملوا أيام الحرب اللبنانية في جبل عامر، استعملوا عدة طرق ما قدروا بل تأذوا في ناس عميوا. هذه مرصودة للإمام، عندما يخرج تخرج الأرض كنوزها ويفتح مدائن الشرك. مدائن الشرك يعني بيبقى مدائن للشرك في الغرب والشرق، ويفتحها الإمام، يعني يرسل جنوده فيفتحونها، جنود قليلين ولكن شنو أصحاب عقيدة. بس مدائن الشرك يفتح الجزيرة العربية كلها مدائن الشرك. من أعظم مدائن الشرك هي الآن مكة، اللي يحكمها السلفيون الوهابيون، دنسوا هذه الأرض الطاهرة مكة المكرمة، دنسوها. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي، واسمه اسمه ابني، اسمه ابني يعني المراد ابني الإمام الحسن المجتبى، هذان ابناي الحسن والحسين ابناي إمامان قاما أو قعدا، اسمه اسم ابني يعني اسمه كيف اسمه ابني يعني هو ينتسب إلى أبيه يعني بهذا المعنى، ولعله تصحيف اسمه اسم أبي، لعله تصحيف أو خطأ مطبع. العامة بيقولوا أنه اسمه اسم أبي، هذا غير صحيح، يأتي بهذه شبهة سوف أجيب عليها إن شاء الله في بحث آخر. هاي أول رواية عامية بتقول اسمه اسم أبي ليحرفوا أنه ويصد عن كونه ابن الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ثبت أنه ابن الإمام الحسن العسكري، إذا ثبت عندهم المخالفين أنه ابن الإمام الحسن العسكري، إذن ثبتت إمامة الاثنى عشر، حين إذا من هنا أنه ينفون شنو أن يكون ابن الإمام الحسن العسكري. فابتدعوا حديثا وقالوا أنه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي كاسم أبي، يعني أنه اسم أبي النبي عبد الله، اسم أبيه بيكون عبد الله. أنا جبت على هذه الشبهة في كتابي إمام المهدي فوق الشبهات، صلوا راجعوا إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله في البحث المستقبلي إن شاء الله. ومهاجرته بيت المقدس، يعني يهاجر إلى بيت المقدس. هذه الرواية هي واقعا عامية، يعني هو صحيح الإمام عليه السلام أنه يفتح كل المدن منها فلسطين، إن قلنا أن بيت المقدس في فلسطين كان كل بيفتح، ما بتبقى مدينة إلا ويفتحها الإمام عليه السلام. أما مهاجرته شو مهاجر يعني يستقر في فلسطين، هذا غير صحيح، هذه رواية عامية. كث اللحية، إن كث اللحية بأنه كثيف، كثيف الشعر لكن متوسط، لا أنه كثيف كثيف ولا أنه قليل قليل، متوسط الشعر في لحيته الشريفة. أكحل العينين، كأنه مكحل العينين،
براق الثنايا يعني يلمع من أسنانه برق نور نور، في وجهه خال وفي كتفه علامة النبي، يخرج براية النبي من مرط. المرط هو ثوب غير مخيط. على ليش ثوب غير مخيط؟ يعني لأن التخيط بيعدوه فضول الأمة. نفس الطيل أمير المؤمنين من كان يقص أقمامه من دون تخيط، يجي يخيطوله يا اللي ما تخيطوها من دون تخيط، إلا الأماكن التي بحاجة إلى تخيط، يعني الأماكن في الثوب بحاجة إلى تخيط لستر العورة. أما غير هذا من هون الكفن لا يصح أن يكون مخيطا الكفن. وعندك مثلا الإحرام لا يصح أن يكون مخيطا، الإحرام لا يصح أن يكون مخيطا. ليش؟ بدك تتشبه أنت بالكفن، تتشبه بعالم الأموات في حجك للحج. في مرط، المرط إن نحن ثوب غير مخيط، يعني هذه الراية موجودة في ثوب غير مخيط سوداء مربعة فيها حجر. هلأ ما أدري شو هذا الحجر، هل الحجر الذي ضرب به رأس الإمام الحسين على جبهته، هل هو حجر الذي مثلا تشهد عليه الإمام الحسين عندما يعني اتكأ على حجر في المذبح المكان الذي ذبح فيه، هل هو الحجر؟ ما أدري شو حقيقة هذا الحجر. لم تنشر منذ توفي صلى الله عليه وآله ولا تنشر حتى يخرج المهدي، يمده الله ب3000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم. يأتينا إن شاء الله في مستقبل البحث، لأنه عندما الله وفقنا يعني والإمام الحجة وفقنا، أنه الإمام عليه السلام ما فائدة وجود الملائكة في عهده؟ فائدتهم هي هذه، كل من خالف الإمام ولو كان في بيته أراد أن يكيد للإمام شنو يقطع رأسه هو في بيته، يعني لأنه الملائكة تتولى قطع رأسه، الملائكة تتولى قتله في بيته، وهو ما بين 30 إلى 40. الرواية السابعة روي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر الإمام يقول سأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عليا عليه السلام، يعني عمر سأل الإمام أمير المؤمنين عليا فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه، فقال عليه السلام أما اسمه فإن حبيبي يعني رسول الله رسول الله عهد إلي ألا أحدث به حتى يبعثه الله. قال فأخبرني عن صفته، قال هو شاب مربوع. إن نحن سابقا ما معنى المربوع؟ المربوع مش معنى القصير، المربوع مع معتدل القامة، لا طويل الممغط، طول الممغط هذا كمان قبيح مش منيح، ولا أنه شنو ولا أنه قصير مضغوط لاذق، بالرواية بتقول لاذق يعني قصير جدا، بل هو معتدل مربوع. هول لأنه هول يصور صورة أمير المؤمنين مثل أنه هذيك المرة صوروه هذا الرسام الإيراني من الخمسينات لما رسم أمير المؤمنين، لما مرة اسمه مربوع القامة عمله هو مربوع يعني قصير، عمله كتفين أطار وهو عمله شنو يعني حتى الأوصاف مثل أوصاف يعني القصير إلى مؤمنين، فهذا غير صحيح. مربوع لغة هو بمعنى معتدل الطول. حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه. إن فقط الإمام المنتظر هذه الرواية بتقول إنه شعره يسيل على منكبيه إنه كان شعر يعني شعره طويل، والإمام الحسين فقط، أما بقية أمة أهل البيت كانوا يحلقون رؤوسهم، حتى ما تكون ذريعة لبعض الشباب إنه يقول لك والله طب ما أنت قلت هذه الرواية بتقول شعره على منكبيه. الإمام الحسين عليه السلام إنما ربى شعره، سرح شعره، ترك شعره لأنه يعلم أنه سيقطع رأسه وسيحمل بشعره، ولا لو كان حالق الشعر شو كانوا عملوا بدينان الإمام عليه السلام؟ شو كانوا عملوا له بعيونه؟ شو كانوا حمله بشعره أسهل على القاتل من أن يحمله بأذنه. بعد تصور أنه يكون حالق الإمام شعره يوم الشمر اللعين مثلا عم يهزل له رأسه شو بده يلقطه؟ بده يلقطه بدينه، هذا تعذيب عليه، لأنه ولكن عندما فتكه بشعر الإمام عن حكمة صلوات الله ربى شعره
علمه القطعي. هذا ما تكون ذريعة لهؤلاء الذين يقولون بأنه والله الإمام الحسين رب شعر طيب، ليش ما بتستن بسنة أمير المؤمنين علي الذي كان يحلق شعره؟ ليش ما بتستن بسنة مثلا الإمام زين العابدين الذي كان يحلق شعره وهكذا وقية المثال؟ هذا إن صحت هذه النسبة للإمام الحجة أنه يسيل شعره لعلها مثلا أنه ما يكون يفضل عليه عيسى بن مريم بشيء مثلا معين، لأنه عيسى بن مريم بده يخرج وشعره طويل كما ارتفع إلى السماء وشعره طويل، هكذا سوف يهبط من السماء وشعره كما ارتفع به. هذه وحدة. الشيء الثاني لعله مثلا لحكمة معينة صحت هذه الرواية أنه سوف يخرج وشعره طويل، قد يكون مثلا شعره طويل عندما كان صبيا صلوات الله كان شعره طويل. أما هلا اللي رأى الإمام الحجة أنا رأيته والحمد لله وشرف أن يكون شعره طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من الاعداء. شعره على منكبيه يسيل، في رواية تقول وشعره في شعره قطط يعني جعل يعني مجعد قليلا. هذا لا يتضارب مع هذه الرواية إلا إذا قلنا إنه السيل بمعنى يتقاطر دهنا كما في اتفاق نبي الله عيسى شعره يقول ينزل من السماء وشعره يتقاطر دهنا. الرواية بتقول شعره يتقاطر دهنا يعني معناته إنه في دهن، لا دهن رائحة جميلة أو إنه دهن العنبر أو المسك الأخروي. هكذا هكذا الإمام لعله إذا خرج الإمام وشعره كشعر النبي عيسى حتى لا يتفاضل نبي الله عيسى عليه، من هذا المنطلق يخرج الإمام صلوات الله وشعره يسيل على منكبيه كشعر عيسى حتى لا يقول والله ليك شوفوا عيسى شعره ما أجمل وإله شعر مربي إلى مونالي، يقول له هكذا الإمام الحجة تفضلوا قارنوا هذا له شعر وهذا له شعر فأيهما أجمل؟ لا شك أن الإمام روح ابتداء أجمل من نبي الله عيسى بتسعة طبقات كما نصت مروية لم أعثر عليها مرة معي أن جمال يوسف نبي يوسف عليه السلام جزء من تسعة أجزاء من جمال آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من الأعداء. ويعلو نور وجهه سواد شعر لحيته ورأسه بأبي ابن خيرة مولاتنا المعظمة نرجع بأبي يفديه الإمام عليه السلام، يعني الإمام أمير المؤمنين بيقول له بأبي يعني الإمام المنتظر يفديه الإمام أمير بأبيه، يعني الإمام المنتظر أعظم من أبيه وهو سيدنا المعظم أبي طالب أرواحنا فداء هذا المظلوم الذي ظلمه أو اللي بيدعو على أنه هني على سيرة النبي المسلمين جعلوه كافرا هم الكفر الفجرة نعله توزع عليهم شنو الفضائل نعله نعل أبو سيدنا أبو طالب توزع الفضائل على هؤلاء على العالم بأبي ابن خيرة الإيماء. لما لقبها أمير المؤمنين بخيرة الإيماء؟ لأنه أغلب أمهات أئمتنا هم شنو أمهاتهم إيماء كانوا جاءوا من السبي اضطهدنا ظلمنا، فهذه المكرمة ابنة جدها القيصر ملك الروم وأبوها كان مرشحا للخلافة من بعد أبيه، هذه لقبها أمير المؤمنين بخيرة الإماء، يعني هي أفضل أمهات نساء أئمتنا التي كنا شنو كنا إماء، هي أفضلهن صلوات الله على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء. أولادنا نرجس وهي إيطالية كما قلنا لكم سابقا روما، لأنه كانت هلا ما يتلقب اليوم تسمى اليوم بروما بإيطاليا، هي روما عاصمة الدولة الإفرنجية الرومية آنذاك يتحدث عنها القرآن والأخبار. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم اللي كانوا في تلك الفترة الزمنية اللي امتدت إلى ما بعد عهد الدولة العباسية
إلى ما بعد الدولة العباسية، إلى ما بعد انطلاق الدولة العباسية. فهذه الدولة التي كان يقودها الملك قيصر في ذاك الوقت، فمولاتنا نرجس بنت شنو الملك قيصر، جدها الملك قيصر، وأبوها كان ما زال كان حيا في عهدها، يعني لم يتوفى أبوها عندما سبيت صلوات الله، وخطط لها الإمام كما قلنا سابقا حتى التقط وجاءت إلى الجزيرة العربية. هذه لأبي ابن خيرة الإماء، يعني إذن ابن أمه أما وليست حرة. الرواية الأخرى الثامنة عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي قال: ليقومن على أمتي رجل من أهل بيتي أقنى أقنى أجل أقنى الأنف، يعني إنما معنى أقنى الأنف أنه لا أفطر ولا أنه كبير، متوسط الحجم وله أرنبة في وسطه، في عكسة صغيرة في وسطه، فهذا يجمل الرجل، لا أنه كبير ولا أنه صغير، معتدل في أنفه، في إحدوداب في وسطه، أجل الجبهة أو الجبين، يوسع الأرض عدلا أو يوسع الأرض عدلا كما أوسعت جورة، يملك 7 سنين. شوفوا هذا يقول 7 سنين، ورواية التي تقدمت معنا مثلا قالت 20 سنة، ورواية 40 سنة، ورواية 70 سنة. هلأ لو سلمنا صحة هذه الروايات للجمع بينها مع رواية 350 ورواية 500 ورواية 700، هذه ما في تعارض، يعني حتى هلأ نجمع لكم هلأ يأتي بحث مكثف إن شاء الله بهذا الأمر، هل يتعارض هذه الروايات؟ لا تعارض، يمكن الجمع بينها، أنه أول سنين حكمه مثلا يرفع شيء من الجور يمتد 7 سنين، ثم يزداد برفع الجور، يرفع الجور يمتد 20 سنة، ثم يمتد، يعني يصير المجتمع يتكامل، يعني ابن 7 سنين بيشتغل الإمام يجاهد إلى أن يصير شيء مجتمع مؤمن، يعني ظاهرا أو مسلم، ثم لل20 سنة بيصير شنو مؤمن، ثم لل40 سنة بيصير شبه يعني موقن، ثم بال70 بيصير مثلا مجتمع كامل مؤمن بالكامل بالإمام، ثم مثلا بال350 سنة مجتمع معصوم، ثم بال400 سنة مجتمع متكامل بالعصمة إلى مونالك، يعني هذه الروايات المتفاوتة في عدد السنين تحمل على هذه المحامل، هذه القاعدة الأصولية التي يعمل بها أعلام الإمامي وأنا أعمل من ضمنهم بها، هي أنه لا تعارض في المثبتات، يعني ما في تعارض بالمثبتات، يعني الأمور المثبتة يمكن الجمع بينها، ما في تعارض بينها، يمكن الجمع من نحملها على مصادر متعددة. رواية أخرى عن أبي وائل قال: نظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الحسين الإمام عليه السلام فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق، يخرج على حين غفلة من الناس، على حين غفلة من الناس، أن الناس يكونون في غفلة، مش انه فجأة فقط، وان كان في برويه انه يخرج فجأة، بس على حين غفلة من الناس، غفلة صفة للناس، يعني هم على صفة الغفل، غافلين عن الإمام وعن شنو، عن جد الإمام، آخر همهم الإمام، شو همهم باليا؟ النسوان والمال والجاه، وإماتة للحق، يعني يكونون الناس في غفلة، يكون الناس في غفلة، وإماتة للحق، وان في حق يموتون، يدرسون، يحجرون، يعيبون عليه وعلى صاحبه، وإظهار للجور، إماتة للحق وإظهار أو إظهارا للجور، يفرج بخروجه أو يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها، وهو رجل أجلى الجبين، أقنى الأنف، ضخم البطن، بعد هذه لا نتوافق، هذه الرواية تقول كمان ضخم البطن، هذه بعد من صنع الطناعين، من صنع الدساسين، ضخم البطن إن هذا غير صحيح، لأنه يتعارض مع آية التطهير ويتعارض مع الجمال الجسماني. هلأ إذا بدك نحن هلأ يعني كل واحد هلأ بيكون شوي أصلع أو مثلا شوي عنده بطن بيستحي من بطنه، بيستحي من راسه إلى ما هنالك، إذا في عيب مثلا بجسمه بيحاول أن يستره، وهكذا الإمام حتى لا يعيب عليه يفترض أن يكون جسمه جسم كامل من أي عيب، كامل ومن أي عيب.
أذيل الفخذين، إنما معنى أذيل يعني فخذاه ليس متلاصقين، هذه من المعايب، إذا مشى الواحد مثلا يتلاصق فخذاه مع بعض مع بعض، هذه بدل على الرجولة على القوة. شوف هولي أصحاب الأجسام هولي المصارعون أو هولي اللي بيلعبوا مثلا الأعمال البهلوانية وغيرها، يعني تلاقي أجسام متكاملة، طول مثلا، قوة إلى مهنالك، هذه صفات الأبطال إلى مهنالك. أذيل الفخذين بفخذه اليمنى شامة، هل هذا الخبر قال حتى في فخذه اليمنى شامة؟ أفلج الثنايا، إنما معنى أفلج. الرواية العشرة عن حمران بن أعين، هي رواية صحيحة، ولكن شوفوا شو بيعمل الملفقون، بيشوفوا رواية صحيحة بيجيبوا هالرواية بيحطوا فيها مثلا كلمة أو بيزيدوا حرف أو بنقصوا حرف بيختل المعنى، بيخرب الرواية من أساسها. شوفوا هالرواية الصحيحة، شوفوا شو فيها من الدرس. عن أبي جعفر الإمام الباقر، حمران بن أعين كان من تلامذة الإمام الباقر، قال قلت له سألتك بقرابتك من رسول الله أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال لا. قلت فمن هو بأبي أنت وأمي؟ قال ذلك أو ذاك المشرب حمرة، يعني المخلوط لونه بالحمرة، الغائر العينين. إنما معنى غائر؟ الغائر للوهلة الأولى يستفاد منها العين في العينين، العينان إذا كانتا غائرتين في التجويف العظمي فهذه من المعايب في العينين، وإذا كانتا جاحظتين هم أيضا هذه من المعايب في العينين. المتوسط الحجم أو المتوسط شنو في الاستواء في العينين، لا غائرتين بمعنى يعني داخلتان في التجويف العظمي، ولا أنها جاحظتين بمعنى أنها ظاهرتين عن حد البشرة في الوجه. بهذا المعنى نحمل غائر العينين المتوسط في الوجه. المشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين برأسه حزاز، هذا هو العيب الأول والعياذ بالله، وبوجهه أثر، هذا العيب الثاني، مع أن رواية صحيحة سندا، لكن نعرض هذه الرواية على أية التطهير تطلع هذه هاتين العلامتين الناقصتين معيبتين للإمام برأس حزاز. إن صادقة، ما معنى الحزاز؟ الحزاز هو بمعنى القشرة، هل برأسه قشرة؟ القشرة الآن هي العلم الحديث الطب الحديث بيجعلها من المعايب في الرأس، ولها أدوية ولها مثلا عقاقير إلى مهناله، فكيف يكون برأس الإمام حزاز وقشرة؟ وبوجهه أثر، هم أيضا عيب آخر والعياذ بالله. شو هذا الأثر؟ إذا كان شامة فهذه ليست عيبا، فيفرض أن تقول الرواية أنه شامة، أما الأثر هو أعم من الشامة، تحمل على الجرح المختوم، تحمل على شيء معيب في الوجه والعياذ بالله. رحم الله موسى، طيب شو جاب لموسى؟ طيب هذه من هون تعرف انه في تلفيق في الرواية، الرواية جاء اخذها الدساسون وضعوا فيها كلمة حزاز برأسه وبوجه اثر رحم الله موسى، يعني يظهر انه يهود هؤلاء الذين دسوا هاتين العلامتين المعيبتين، هؤلاء يهود او انه شنو حنابلة، لانه هو فرقة يهودية حنابلة، هؤلاء السلفيون. الرواية الحادية عشر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عن أبي جعفر الإمام الباقر قال يا أبا محمد بالقائم على متى؟ يا صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحرك على شامة في رأسه وداء الحزاز برأسه إن هذا من فيه وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الآس وهو الريحان ابن سبية أمه مولاتنا المعظمة نرجس توتن مليكة كان اسمها الأول مليكة ما حد يتشبط كمان باسم مليكة سموا اسمها مليكة بنت مليكة ثم سميها نرجس سميها ريحانة سميها توتن وهكذا ابن سبية وابن خيرة الإيماء
ابن خيرة الإيمان. إذا هذا تنويه بشخص الكريم، شخص أمه المعظمة. إذا تحت كتفه الأيسر ورقة كورقة الآت، يعني الريحان. هلا شو مكتوب عليها؟ أن صادق عنه نحن ما بنعرف شو مكتوب عليها، وإن كان تكشف بعض الروايات ما مكتوب عليها. شيء يتعلق بالإمامة والله أعلم. كما أن رسول الله كانت الشامة مكتوب عليها أنه شيء يتعلق بالنبوة، هكذا الإمام أنه والله بس ورقة كورقة الآس دون أن يكتب عليها شيء، هذا غير صحيح. قال له طيب شو فائدتها مع أنه يلبس القمصان الإمام أو مثلا مغطاط بالثياب، شو فائدتها؟ بقول نفس الكلام على رسول الله. طيب شو فائدتها؟ فائدتها عندما جاءه سلمان الفارسي وقال أنه أنت نبي هذه الأمة؟ قال نعم. بقول قدم له تمرا بنية الصدقة، وكان ناوي سلمان، قال إنه إذا أخذها هي بنية الصدقة هذا ليس نبي، لأن النبي لا يأخذ الصدقة. فقدم له تمر بنية الصدقة، قال لا نأكل صدقة. هي أول علامة. قال له العلامة الثانية اكشف عن كتفك. فقام كشف له عن كتفه وإذا شنو؟ شامة النبوة هي كالبيضة بالرواية بين كتفيه. ولبسها سلمان، قال هذه العلامة الثانية. هلا الثالثة ما متذكرها. قال له ثلاث علامات، هو كان ناوي على ثلاث علامات. سلمان الفارسي عندما تفحصها ووجدها مع رسول الله فآمن به كنبي. هنا هكذا الفائدة، فائدة ورقة الآس الشامة على كتف الإمام. طيب شو فائدتها على الفخذ؟ لو صحت النسبة بالرواية التي تقدمت معنا أنه بفخذه اليمنى شامة، طيب شو هذه؟ شو المراد منه؟ أنا إلى الآن ما عندي جواب. يعني إن صحت الرواية أن في فخذه اليمنى هم أيضا شامة، هذه بتتعلق بالزوجة. لا يعني ما يطلع منها ريح عنبر مثك. طيب الشامة في خده شو الفائدة منها مثلا؟ طيب ليش أجداده ما كان في شامة في خده؟ ليش تصافقت الروايات قالت في شامة في خده؟ طيب شو المناط؟ أنا ما أدري. لعله هلا بيتفلسفوا المتفلسفون، يعني بيقولوا انه هي بتجمل الوجه. طيب ليش امتنا ما كان في شامه بوجهه وكان وجههم جميل؟ طب هو ناقص جمال حتى تكون الشامه في وجهه؟ لعله هذه الى شيء، يعني في شيء اما يفوح منها شيء مثلا او يخرج منها شيء، او انه بتكون علامه على شيء. نحن نتعبد بالروايات حتى نحن ما نقيس كمان الروايات على افكارنا وعلى عقولنا، انه طيب ليش اباؤه ما عندهم شامه وهو عنده شامه؟ طيب نقول نحن نتعبد بالروايات، وعند الظهور صلوات نساله ان كنا من الاحياء، وان ارجعنا نسالهم ايضا، خلوها ببالكم ان كنا من الاحياء نسال، وان رجعنا بعد الممات مثلا نسال، ونعرف ما فائده هذه الشامه التي في وجهه صلوات. الروايه الأخرى روى ثعلبة بن ميمون عن يزيد، إن شاء الله نختمها الرواية اللي بعدها. عن يزيد بن أبي حازم قال خرجت من الكوفة فلما قدمت المدينة دخلت على أبي عبد الله الصادق فسلمت عليه فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت نعم صاحبني رجل من المعتزلة. إلى أن قال فما كان يقول هذا الرجل من المعتزلة؟ قال كان يزعم أن محمد بن عبد الله بن الحسن، يعني أحد أحفاد الإمام الحسن، أنه هو الإمام الحجة، يعني ادعى المهدوية. والدليل على ذلك قال أن اسمه اسم النبي. هذا المعتزلي قال أنه هذا عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن، قال أن هذا الرجل هو الإمام الحجة بدليل أن اسمه اسم النبي. و اسم أبي النبي محمد بن عبد الله، وإن كان نحن حرمة ذكر الاسم للتعظيم نحن ذكرناه على سهوة. فقلت له في الجواب فهو ذا في ولد الحسين. إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذا في ولد الحسين. الاسم ميم حاميم دال ابن عبد الله بن علي. فقال لي إن هذا ابن أمع، يعني هذا محمد بن عبد الله بن علي هذا ابن أمع، وهذا ابن مهيرة، المهيرة يعني ابن الحرة، يعني
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن، هذا الذي المعتزل الذي يدعي لهذا الإمامة هذا ابن حرة، والإمام الحجة الذي يخرج في آخر الزمان ابن أمة. فاختلف هذه على فرض أنه شنو أن اسم أبيه اسم أبي النبي، لأن هذه الرواية هم أيضا هذه رواية عامية، ولكن نحن نؤول هذه الرواية، هذه تتعارض مع أخبار التي الفوق التواتر مع عشرات المرات على أن اسم أبيه مولانا المعظم الإمام الحسن العسكري الذي هدم قبره قبته الشريفة في سامراء هو والإمام الهادي صلوات الله، ولم يتحرك أحد من الشيعة، بس يتحرك ولا شنو للفيلم المسيء للإسلام. الرواية الأخرى عن زيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف. هلأ هون من أمة سوداء يصلح الله أمره في ليلة. هلأ في ثلاث أمور لابد من النقاش فيها على عجالة. في شبه من يوسف، هلأ يحمل الشبه من يوسف على أنه شنو على الغيبة، أنه النبي يوسف غاب عن أبيه وأخوته 20-25 سنة، إمام الحجة أيضا يغيب عن شيعته مئات السنين آلاف السنين، ولكن تحمل كمان الغيبة على شنو على الشبه، كمان على الشبه من يوسف، شبهه في الغيبة عدا عن شبهه في الغيبة، شبهه في الخلق. كيف كان النبي يوسف في الخلق؟ هلا نذكركم نختم هذه الرواية التي ذكرت عن النبي يوسف كيف كان النبي يوسف في خلقه في بدنه في صفات البدن. من أمة سوداء غير صحيحة، أمه ليست سوداء، أمه كانت بيضاء، الرواية أنها بيضاء على كلا التقديرين هي حمطية وليست سوداء، هذه رواية عامية ليست سوداء. يصلح الله أمره في ليلة، هذه يعتمدها العامة، يقولون أنه يعني هو ما بيعرف أيمتين بيظهر الإمام عليه السلام، فيخرجه الله يصلح أمره في ليلة، أو بيكون مع بعض مولد فيولد فيصلح أمره في ليلة ويخرجه، هذا ليس صحيح. نقول لو سلمنا بهذا المقطع يصلح الله أمره في ليلة بمعنى أنه شنو؟ أنه يهيئه للخروج، أو في الليلة التي سوف يخرج بها بتكون ليلة عظيمة عند الإمام عليه السلام بالتهجد بالعبادة، يمكن تزداد يمكن عباداته في هذه الليلة في خشوع في يزداد يعني زيادة، لأنه ما كان عنده خشوع وصار خاشعا، يزداد خشوعا، يصلح أمره بهذا المعنى، يهيئه للخروج عند الصباح مثلا صلوات الله عليه. أما على صفات النبي يوسف هلا نحن نتلوها عليكم حتى تلاحظوا انه اذا كان النبي يوسف بهذه الصفات كيف حينئذ تذكر بعض الروايات انه مبضح البطن واصلع الراس الى ما هنالك من هذه الخزعبلات التي ذكرتها بعض التلفيقات. هنا اذكركم روايه ونختمها عن النبي صلوات الله عليه واله قال اعطي يوسف شطر الحسن. والنصف الاخر لسائر الناس الذي رويناه سابقا، وهون روى كعب، لا بأس أن نأخذ عن كعب الأحبار ما في إشكال يعني، هو كعب هو كان يهوديا وأسلم، نأخذ بالروايات التي تتوافق مع الكتاب ما في أي إشكال يعني، حتى أخبارهم إن نحن أعرضوا أخبارا اللي وردت إليكم بطرقنا بطرق الشيعية أعرضوها حتى هذه على الكتاب، فكيف إذا كانت أخبار عامية؟ أخبار العامية نأخذ بها إذا كانت تتوافق معنا وتتوافق مع الكتاب. قال كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر، جعد الشعر، جعد الشعر، ضخم العين، عيناه كبيرتان، ضخم بمعنى كبيرة لا صغيرة ولا ضخمة جدا جدا، يعني ضخم بمعنى كبير العين مثل الحور، مستوي الخلق يعني معتدل في خلقه يعني لا طويل ولا قصير، أبيض اللون، أبيض اللون، غليظ الساقين والعضدين دليل على القوة، خميص البطن يعني خميص البطن بمعنى أنه بطنه ليست منتفخة سهلة لاصقة، لاصق الجلد بالظهر، خميص البطن، صغير السرة، وكان إذا تبسم رؤيا النور في ضواحكه، وإذا تكلم رؤية في كلامه أو رؤية في كلامه شعاع النور يلتهب عن ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه، وكان حسنه كضوء النهار عن الليل، وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب
المعصية. هذه كلمة المعصية بمعنى أنه شنو؟ ترك الأولى، وهذه طبقا للآية القرآنية، وعصى آدم ربه فغوى. العصيان هنا بمعنى ترك الأولى، لا أنه عصيان حقيقي، إنما هو عصيان مجازي. إذا هذه الصفات وأخبار أخرى ليست فقط عن كعب الأحبار، عن أئمتنا الطاهرين، لاحظوا مثلا في كتاب البحار في مجلس الجزء 12 روايات كثيرة، ولكن قلت أن هذه الرواية لأنه يعني فتشت الروايات على عجل، لم أجد تلك الروايات التي تصف النبي يوسف بالوصف الذي وصفه كعب الأحبار، وهذه لا بأس بالأخذ بها. إذا كان النبي يوسف بالغض عن هذه الرواية التي وصفته بهذا الوصف الجميل، يعني بتقول الروايات عندنا أنه والآيات التي تشير إلى جمال النبي يوسف بسورة النبي يوسف، سورة يوسف، الجمال الذي كان يتصف به النبي يوسف هو جزء من جمال أو تسعة أضعاف جمال آل محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل يمن زليخة كما قلنا لكم سابقا هربي أنه قالت له ما أجمل وجهك يا يوسف، قال أنه كيف هناك يعني رجل نبي في آخر الزمان أجمل مني، وجهه أجمل مني أو أجمل مني وجها وأسمح مني كفا، قالت من هو؟ قالت قال محمد، قالت صدقت، قال كيف علمت أنني صادق؟ بعد معنى يعني قالت لأنه عندما ذكرت اسمه دخل حبه في قلبي. إذا كان هذا جمال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية الرائعة وهو أجمل من جمال النبي يوسف، فكيف بالإمام الحجة المنتظر أرواح نفذا صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على